خاصة بالثنايا الابكار المهجنات الاصايل بشعارات ابناء القبائل لمسافة ورحلة 8 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه مع هذه الاسامي اللامعة ومع هذه الشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع البداية، نتابع المقدمة، نتابع صدارة هذا الشوط بهذا الاندفاع وبهذا الانطلاق المتميز في هذا الصباح الجميل. أول أشواط المهجنات مع هذا الانطلاق المتميز، نتابع 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 بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة واللي قادت المجموعة وانطلقت بناموس هذا الشوط منذ البداية، منذ البداية في تحديات هذا الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع، صدارة هذا الشوط. وأرهني الشعار مرغم على المقدمة مع تحدياته، رموز بشعاره زايد بن حمد بن راشد بن غدير من يقدم رموز على مقدمة هذا الشوط، تندفع منذ الصدى منذ البداية بصدارة ومقدمة في هذا الاندفاع الجميل. المركز الثاني تتقدم متعبة لخالد بن محمد بن صالح الجنيبي، أيضا يتابع هذا الانطلاق. الثنتين ابتعدن ابتعاد كلي منذ البداية، الاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى. نتابع المركز الثالث، نتابع التقدم والتسلل في هذه اللحظات مع مهجة سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لمهجة مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، القدوم محظ للسيب الراشد بن عبيد بن دغيش الاكتبي. ومع المركز الخامس ذات الأسامي أيضا تباعا بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل والرائع. وأرهني راهية لبطي بن سيف بن سعيد السبوسي مع المركز الخامس. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس مشاهدينا متابعينا الكرام، بأر التقدم والانطلاق مع كهرمانة لسعيد بن غنام بن موسى البلوشي. ومع المركز السابع يتقدم في هذه اللحظات شعار مصبح بن مانع بن يمعة الغويص السويدي على ظهر تعابير، على ظهر تعابير مع المركز السابع. وثامن الانطلاقات أرهني جلد سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لجلد مع المركز الثامن. بينما انطلقنا مع المركز التاسع بأرى شعار أحمد بن سالم بن سعيد بن منارة يتقدم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز اللي تقدمه غارة بهذا الاندفاع الجميل وبهذه التحديات الرائعة. ومع المركز العاشر نتابع الشايبة لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري مقدما لهذا الاسم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. ولكن أرى هناك أيضا أسامي 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 والشعارات لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة، نترقبها في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية. ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة ومع الكادر، مع الكادر الأول. نتابع صدارة هذا الشوط، نتابع المقدمة ورموز، رموز على الصدارة، رموز على المقدمة، أحد رموز هذا العالم الساحر. هذا الشعار أيضا اللي سطر إنجازاته بحر من ذهب في هذا العالم الساحر، يتقدم بتحدياته، رموز بهذا التقدم الواضح والباين على الصدارة. والشعار زايد بن حمد بن راشد بن غدير، شعار مرغم، شعار البيرق أيضا، شعار الإنجازات والتحديات. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني، وأرى اللي بدت تتقدم في هذه
اللحظات متعبة لخالد بن محمد بن صالح الينيبياتي بدورة أيضا بهذا الاندفاع منذ البداية بقمة التحدي والإثارة، ومع المركز الثالث تتقدم حظ للسيب الراشد بن عبيد بن ضيش الاكتبي مقدما لحظ مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار الجري السعيد بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لمهجة مع المركز الرابع، بينما إذا انطلقنا مع المركز الخامس بأرى راهية تاتي خامسا بطيب السيف بسعيد السبوسي، من يقدم راهية مع المركز الخامس وسادس الانطلاقات، سادس التحديات. نتابع غارة لأحمد بن سالم بسعيد بن منانة مقدما لغارة بهذا الانطلاق. تابع المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام، ورجلة تتقدم في هذه اللحظات بهذا التقدم ايضا، والشعار سالم بن احمد بن دري الفلاحي، ومع المركز الثامن الشايبة لعبد الله بن عبيد بن حلوس العامري، ومن الجانب الاخر اصحاب لسعيد بن عبيد بن سعيد بن مروشد مقدما لاصحابه، بدأت تتسلل في هذه اللحظات باول لدى تتقدم مع المراكز المتقدمة، ومع المركز التاسع نتابع تعابير بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل والرائع، تعابير تتسلل ايضا في هذا الاداء الجميل والرائع. وتحديات هذا الشوط مصبح بن مانع بن يمعة الغويس السويدي مقدما لتعابير بهذا الاندفاع، ومع المركز العاشر تصل الأسامي مشاهدينا متابعينا الكرام، والتحديات القادمة مع راهية لقطامي بن محمد بن ثاني من قطامي السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة ومع سكان المقدمة وحزام الغابات وصدارة هذا الشوط ورموز على الصدارة ولوحة الثلاثة كيلو مترات. غادرناها بتقدم رموز منذ البداية، زايد بن حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاكتبي مقدما لتحديات رموز، ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع التسلل في هذه اللحظات والتقدم مع جلد سالم بن أحمد بن محمد بن دري الفلاحي مقدما لجلد مع المركز الثاني في هذا الانطلاق وفي هذا التحدي، ومسافة 8 كيلومترات محتاجة أيضا لجلد وتحمل وتحدي مع هذا الانطلاق المتميز. المركز الثالث تأتي إصحابه لسعيد بن عبيد بن مروشد، ومن الجانب الآخر أيضا شعار خالد بن محمد بن صالح الينيبي على ظهر متعب نتاب غارة مع المركز الخامس، وشعار أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة من يقدم غارة بهذا الانطلاق. متى بتشن الغارة ركز بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل، ولكن اللي وصلت مع المركز السادس حظ لسيب بن راشد بن عبيد بن دغيش الاكتبي مقدما لهذا الانطلاق، ومع المركز السابع رغد أرى شعار الجري بالفعل يتقدم في هذه اللحظات مع المركز السابع بتقدم مهجة السعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع المقدمة والاتجاه السليم والصحيح إلى خط النهاية، صدارة هذا الشوط ورموز على المقدمة، رموز على الصدارة، زايد بن حمد بن راشد بن غدير مقدما لرموز مع المركز الأول. المركز الثاني تاتي جلد سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مقدما لجلد مع المركز الثاني. المركز الثالث أرهني أصحابه لسعيد بن عبيد بن مروشد تصل غارة، مع المركز الرابع لأحمد بن سالم بسعيد بن
من أنا ومن الجانب الآخر تحديات أيضا بتصوغان لحاضر بساري من مروش المزروعي بأول ندى تتسلل مع المراكز المتقدمة أيضا سجلاتها حاضرة بالإنجازات والتحديات. ولكن بنعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة. لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة والبداية والمقدمة وتحديات هذا الشوط والكوكبة خماسية على الصدارة والمقدمة. نتابع البداية، نتابع المقدمة، صدارة هذا الشوط وغارة شنة الغارة بشعار أحمد بن سالم بن سعيد بن منانة. ولكن رموز من الجانب الآخر تحديات جلد مع هذا الانطلاق المثير. نتابع أيضا أصحابه واللحظات الأخيرة، العد التنازلي لمجريات هذا الشوط ورموز صامدة على المقدمة. جلت تحاول التحديات مغارة، الانطلاق أيضا مع أصحابه، ولكن رموز جلد مع المركز الثاني مع هذا الانطلاق المتميز. اللحظات الأخيرة أعطيت الأوامر، انطلق الجميع، جلد رموز تنطلق بناموس هذا الشوط. أول أشواط المهجنات مع هذا الشعار، شعار سالم بن أحمد بن دري الفلاحي. متابعة ايضا ينطلق بتحديات هذا الشوط شعار متناهية اللي حظت ايضا بالكاس في جائزة زايد الكبرى. ها هي جلد تنطلق بناموس هذا الشوط. سلام للعين، سلام، اسعدت صباحا يا هالي الروضة ويا هالي زاخر مع هذا الانطلاق المتميز وجلد ولحظات وصولها الى خط النهاية. تهانينا لسالم بن احمد بن دري الفلاحي المركز الثاني، رموز لزايد بن حمد بن راشد بن غدير المركز الثالث، شعار سعيد بن عبيد بن مروشد المركز الرابع، غارة لأحمد بن سالم بن سعيد بن منانة. ومع المركز الخامس تتقدم بتصوغان لحاضر بن ساري بن مروش المزروعي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز المتقدمة. لنا عودة مع صدارة هذا الشوط والتوقيت الزمني 12:33 أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لسالم بن أحمد بن دري الفلاحي على فوز جلد بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني رموز بتوقيت زمني مقداره 12 دقيقة. هذه لحظات وصولها إلى خط النهاية 34 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لزايد بن حمد بن راشد بن غدير الكتبي واللي وصلت مع المركز الثالث، التوقيت الزمني 12:37، 5 أجزاء من الثانية. هو توقيت أيضا أصحابه لسعيد بن عبيد بن مروشد. تهانينا للجميع والناموس.